السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطالنا الثانوية أهلا بكم. إن شاء الله بإذن الله النهاردة المحاضرة الثالثة في الميكروبيولوجي، المفروض دكتور نسيم هو اللي بيشرح لكم، بس أنا إيه هشرح لكم محاضرة الـ RNA النهاردة إن شاء الله عشان تلحقوا تذاكروها قبل امتحانكم. قبل ما نبدأ عايز أطمنكم خالص، المحاضرة بتاعت النهاردة دي أنت عارف تقريبا 60 أو 70% من المعلومات اللي فيها، فإن شاء الله مش هتاخد مننا وقت وهنقولها بشكل سلس ومبسط. وبرضو إحنا كنا السنة اللي فاتت واخدينها في ثالثة ثانوي بالعربي، فالمصطلحات هتبقى إنجليش، دي حاجة. الحاجة التانية هنتأمل في بعض المعلومات ويمكن هنفهم بعض المعلومات اللي ما كناش فاهمينها في ثانوي، وان شاء الله تبقى محاضرة ممتعة. الاول احنا عارفين يعني ايه ار ان ايه، احنا عرفنا اصلا ان ده نوع من انواع النيوكليك اسيد، وخدنا يعني ايه دي ان ايه اسمه، يعني ايه ار ان ايه. ار ان ايه اختصار لرايبو نيوكليك اسيد، نيوكليك اسيد يعني احماض موجودة داخل النيوكليوس، ورايبو يعني ان ماسكه في سكر ريبوز اللي هو سكر خماسي. الدي ان ايه كان اسمه دي اوكسي ريبوز لانه كان سكر خماسي لكن شلنا منه اكسجينه، فهو سكر او حمض نووي منزوع الاكسجين، ماسك فيه سكر منزوع الاكسجين. طيب ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن الار ان ايه، هنعرف عنه معلومات احنا كنا عرفناها قبل كده هنراجعها بسرعه في ثالثه ثانوي، بعد كده ايه هنضيف شويه تكبه حلوه كده بتاعتنا في اولى طب. طيب الار ان ايه ده موجود فين؟ احنا عارفين ان الدي ان ايه موجود جوه النيوكليوس. طب الار ان ايه موجود في النيوكليوس ولا في السيتوبلازم ولا في الاثنين؟ اجابتك الصحيحه تقول ان السايت بتاعه هو مينلي، تقول كده تكتب mainly in cytoplasm، يعني لما تيجي تتكلم عن الـ RNA تقول ان هو mainly في السيتوبلازم. ليه؟ لان في بعض الـ RNAs موجودين اصلا في الـ DNA، موجودين سوري في النيوكلاس جوه، ده حتى اسمهم احنا عارفين ثلاث انواع، المشهور من الـ RNA ثلاث انواع، mRNA و tRNA و RNA، الكلام بتاع ثالثه ثانوي، لكن في نوع انواع ثانيه مختلفه، في نوع منهم صغير كده مش مشهور ومش كتير لكن اسمه سمول نيوكلر، هناخده ان شاء الله في نهايه المحاضره. اسمه سمول ايه؟ نيوكلر ار ان اي، يعني ار ان اي موجود جوه نيوكلوس. ده دي حاجه. الحاجه الثانيه الار ان اي اصلا ماسنجر ار ان اي ده بيتصنع جوه نيوكلوس، فعلشان كده لما اسالك السايت بتاع الار ان اي موجود فين ما تقوليش ان هو موجود في السيتوبلازم بس، مش اونلي مينلي ان سيتوبلازم، لكن في اجزاء موجوده فين؟ في النيوكلوس. طيب الاستراكشر بتاعه شبه الاستراكشر بتاع الدي ان اي اللي كان بيتكون من ايه؟ كان بيتكون من قاعده نيتروجينيه وسكر وفوسفيت، تمام؟ يبقى هو عباره عن عده ريبونيوكليك اسيد او ريبونيوكليوتيدز اللي بتتكون من بيز وبتتكون من شوجر وبتتكون من فوسفيت. وقد يكون احنا عارفين ان الدي ان ايه بيبقى ايه؟ ادينين وجوانين وسيتوزين وثيمين، لكن ار ان ايه بيبقى فيه فرق، بيبقى فيه يوراسيل. جميل، دي معلومات بديهيه واخدينها قبل كده، انا عايزك تتابع بس معايا من الكتاب عشان ايه الموضوع يبقى سهل عليك وكمان ما تاخدش وقت بعد كده في المذاكره ان شاء الله. طيب يبقى الفرق ما بين الدي ان اي والار ان اي ان الار ان اي بيبقى فيه راسيل، الدي ان اي ما بيبقاش فيه راسيل وبيبقى فيه ثيمين. طيب خلي بالك الار ان اي ما بيبقاش فيه ثيمين عشان هناخد استثناء وهنعرف ان في نوع من انواع الار ان اي بيبقى فيه ايه؟ ثيمين. طيب يبقى كده عرفت الاستكشر بتاعه بسرعه، ما دام انت مذاكر الدي ان اي هتبقى فاهمه. نخش بعد كده على الانواع، بس قبل الانواع هقول لك المقارنه ما بين الدي ان اي والار ان اي بسرعه عشان نبقى عارفين. الدي ان اي غالبا موجود فين؟ موجود في النيوكلوس. طب الار ان اي تشيفلي يعني مينلي غالبا، والار ان اي غالبا موجود فين؟ في السيتوبلازم. السكر في الدي ان اي بيبقى دي اوكسي ريبوز منزوع الاكسجين، في الار ان اي بيبقى ريبوز سكر ريبوز، يعني هنا كده بيبقى مش شايل الاو، مش شايل الاكسجين. طيب يبقى الار ان اي ما فيه مش شايل منه ريبوز، مش شايل منه سوري اكسجين، انما الدي ان اي دي اوكسي ريبوز منزوع الاكسجين. القواعد النيتروجينيه ادينين جوانين سيتوزين ثيمين بالتي في الدي ان اي، حتى الدكتور نسيم قال لك ثيمين يبقى تي ان اي، والار ان اي يبقى يوراسيل. جميل. طيب الدي ان اي بيبقى عباره عن دبل ستراندد لولب مزدوج، انما الار ان اي هو بيبقى شريط واحد. طيب الشكل هنا بيبقى دبل هيليكس يعني لولب مزدوج. الار ان اي ده اللي هناخده اصلا النهارده، اشكاله فاريبل يعني متعدد الاشكال زي ما هنعرف ونشوف النهارده. طيب انواع الدي ان اي هو نوع واحد بس، دي ان اي اللي موجود في الخلايا بتاع جسمنا كلها، انما الار ان اي في انواع منه، في ام ار ان اي وفي تي ار ان اي وفي ار ار ان اي، دول الثلاثه من تايبز الثلاثه الرئيسيين. في انواع ثانيه ومختلفة احنا هنعرف منهم نوع واحد بس زيادة النهاردة، لكن في انواع تانية كتير ان شاء الله باذن الله بعد كده قدام تعرفوها. طيب الفانكشن الدي ان ايه هو المسؤول عن الجينيتك انفورميشن، يعني هو اللي بيحمل الشفرة او المعلومة الوراثية. من الدي ان ايه تنسخ المعلومة الوراثية للار ان ايه، علشان الار ان ايه ياخدها بانواعه المختلفة يحملها وينقلها ويصنعها، يحملها وينقلها ويصنعها، ده الار ان اي زي ما هنعرف ده وظيفتنا احنا النهارده في محاضره النهارده ان شاء الله. طيب يبقى هو الدي ان ايه بيحمل الشفره الوراثيه وبينقلها للار ان اي عن طريق النسخ، بننسخ المعلومات الوراثيه من الدي ان اي للار ان اي في عمليه تسمى بالترانسكريبشن. لو عايزين نعمل العكس اسمها ريفيرز ترانسكريبشن، النسخ المعكوس. طب لو عايزين ننسخ الدي ان اي نعمل ريبليكيشن. طيب لو انا عندي ار ان اي بقى
وظيفه الار ان ايه بانواع مختلفه انه يساعد في عمليه الترانسليشن اللي هي الترجمه وبناء البروتين. يبقى عندي وظيفه الدي ان ايه ان احنا بيحمل المعلومات الوراثيه اللي بننسخها على الار ان ايه، والار ان ايه يحمل النسخه من المعلومات ويترجمها الى بروتين، وهو بانواع مختلفة يساهم ويصنع ويشاركوا في تصنيع الايه هذا البروتين. طيب نبدا بقى نخش في الكلام الجد ده، كل ده كلام مقدمات واحنا عارفينه وفاهمينه كويس. هنبدا نتكلم واحده واحده على كل نوع، ونبدا بالنوع الاولاني وهو الام ار ان ايه ماسنجر ام ار ان ايه، يعني الار ان ايه الرسول، ومن اسمه رسول يبقى هو بيحمل رساله معينه والرساله دي هيبلغها لحد. فهو الام ار ان ايه ده بيحمل رساله الشفره الوراثيه او بيحمل رساله المعلومات اللي احنا محتاجين نترجمها علشان نحصل على بروتينات. هو وظيفه الخليه ايه؟ سكريشن مثلا، الخليه دي بتنتج انزيم معين، الخليه دي بتنتج خلايا الكبد في البنكرياس مثلا بيتا سيلز في جزر لانجرهانس، وظيفتها ايه؟ تفرز انسولين. فالدي ان ايه بتاع الخليه بتاع اهو دي مثلا خليه البنكرياس، الدي ان ايه اللي موجود جواها اللي هو باللون الاحمر يحمل المعلومه الوراثيه الخاصه بالانسولين، يحمل ترتيب القواعد النيتروجينيه المميز للانسولين. نترجم هذه المعلومات، المعلومات الموجوده على الدي ان ايه نترجمها باللون الازرق للار ان ايه، ومن الار ان ايه ننسخه يتنسخ على الار ان ايه يخرج بره الخليه والريبوسومات تشتغل عليه ويصنع هرمون الايه الانسولين. يبقى الام ار ان ايه وظيفته ايه؟ الام ار ان ايه وظيفته يحمل المعلومه الوراثيه من هنا كده من هنا اهو من الدي ان ايه ويخرج بها الايه لبره الخليه هنا كده عشان تشتغل عليها الريبوسومات وتترجمها وتصنع الدي ان ايه. ده كده كان باختصار الفانكشن بتاع الام ار ان ايه. نبدا بقى نتكلم عن حاجات اكتر واكتر. مبدئيا لما نيجي نتكلم عن الار ان ايه احنا بنقراه في اتجاه 5 برايم 3 برايم، 5 برايم 3 برايم، لازم يكون دي حاجه كده متفقين عليها وانتم عارفين الكلام ده كويس. يبقى احنا اتفقنا ان الام ار ان ايه هو النوع من الار ان ايه الذي يحمل المعلومه الوراثيه من الدي ان ايه وينقلها يبلغها لبره الخليه للريبوسومات وللتي ار ان ايه يبلغها ليهم فيقوموا هم كمان بتصنيع الايه البروتين. طيب في سطرين كده عندك في الكتاب بس انا مش عايز اسبق الاحداث، بيقول لك ان ايه كل ام ار ان ايه بيبقى عليه ثلاث، يعني مثلا بص بيبقى عليه ثلاث نيتروجينس بيز او ثلاث نيوكليوتيدات، كل نيوكليوتيد منهم انت عارف الكلام ده بتمثل حاجه اسمها الكودون، الكودون او الشفره الخاصه بحمض اميني معين. يعني لما نيجي نقرا هنا 5 برايم هنا 3 برايم هنا سي اي يو، ده الترتيب على ام ار ان ايه. لو انا جيت سالتك هل ده دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ هتقول لي لا طبعا يا دكتور ده فيه وراثيل، اذا فهو ار ان ايه مش دي ان ايه. فهو هنا في معلومه صغيره كده تكاب بيقول لك ايه؟ ان الماسنجر ار ان ايه ام ار ان ايه ده بيحمل الكودونات مرتبه جنب بعضها كده، كل ثلاثه نيوكليوتيد مثلا نيوكليوتيد سي اي يو اللي هو القواعد النيتروجينيه جزء من النيوكليوتيد سي اي يو جي اي يو سي يو سي، كل واحده من دول كل كودون من دول هو يعبر عن حمض اميني، والكلام ده احنا هنعرفه بالتفصيل في نهايه المحاضره ثم في المحاضرات الجايه كمان اكتر واكتر ان شاء الله. لكن انا مش ده اللي يهمني دلوقتي، يهمني نخش على شكل وتصنيع الار ان ايه، الام ار ان ايه بالذات اللي احنا النوع اللي احنا بنتكلم فيه هو بيمثل 5%، واحنا نعرف نسب كل نوع منهم وهنعرف اشمعنى ده 5 وده 20 وده مثلا 80 هنعرف واحده واحده. يبقى الام ار ان ايه ده اقلهم في الكميه لكن وظيفته مهمه جدا وكبيره، لكن يكفي عدد قليل ان يقوم بيها. يعني انا محتاج ام ار ان ايه واحد مثلا ينقل المعلومه لبره وبعد كده احنا هنترجمها. طيب احنا قبل كده كنا واخدين بعض المعلومات البسيطه عن الام ار ان ايه، تعال نتعمق اكتر في الام ار ان ايه بتاع الايوكاريوتيك سيلز، بتاع كلمه ايو يعني حقيقي وكاريوتيك يعني نواه، في كائنات حقيقيه النواه او الانسان مثلا حد كبير حقيقي النواه مش البكتيريا. لو جينا بصينا ادي دي ده الدي ان ايه وده الار ان ايه الام ار ان ايه، تعال نشوفه هنا كده ادي اللي باللون الاحمر ده شريط من الدي ان ايه، هننسخ هنعمل عمليه اسمها ترانسكريبشن. ترانسكريبشن يعني نسخ، انا بنسخ من الدي ان ايه ام ار ان ايه، والام ار ان ايه ده بيحمل المعلومات الوراثيه. تعال نشوف بقى التركيب اللي تحت الميكروسكوب كده لهذا الام ار ان ايه بعد ما حصل له عمليه ترانسكريبشن بعد ما اتنسخ. هنلاقيه اهو 5 برايم 3 برايم، هنلاقيه بيتكون من بعض الكودونات او بعض النيوكليوتيدات مرتبه جنب بعضها كده. بس في الاول في حته كده لو جينا نشوفها هتترجم بعد كده زي اللي فوق لاحماض امينيه ولا لا، هنلاقيها مش هتترجم، اللي هي الحته باللون الاسود دي، وبرده هنلاقي الحته ده هي كمان يعني واحده على اليمين وواحد على الشمال مش بيترجموا. فالعلماء قال لك خلاص احنا نسمي المنطقه دي والمنطقه دي اللي هم على الاقصى الاطراف نسميهم ان ترانسليتد ريجن يو تي ارز،
Untranslated region، القطع أو المناطق غير المترجمة. طيب ما هو مفيش حاجة بتصنع في جسمها بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيحمي هذا الـ mRNA لأنه بيحمل معلومات خطيرة جدا، فلازم تحميه. بتحميه ازاي؟ يوم ربنا حاطط لك على أطرافه في الـ 5 برايم و 3 برايم يحط لك قطعة من النيوكليوتيدات أو جزء لا يهمنا في الترجمة خالص، ملهوش لازمة في الترجمة، مش بنترجمه، هو محطوط حماية. مثال بسيط خالص، وأنت طالب في ابتدائي كنت بتخاف على كراستك يقع عليها ميه يقع عليها حاجه، فكنت بتغلفها بغلاف او بتجلدها بجلاد، اهو الجلاد ده هو الانترانسليتد ريجون. طيب في بقى قطع تانية اللي انا عاملها باللون الاخضر دي قطع مدخله ما بين الار ان اي الام ار ان اي، في جزء اجزاء كده باللون الاخضر اللي هي في النص دي بيسموها انترونز. ركز معايا كده، انترونز يعني اجزاء جوه وسطيه وحوالين ما بين، يعني الانترون ده محشور ما بين اكزون واكزون، يعني اكزون واكزون وما بينهم في نص انترون. ايه يا دكتور اكزون وانترون دي؟ دي عباره عن برضو ترتيب من النيوكليوتيدات. لما جينا نبص في تركيب الام ار ان اي لقينا عباره عن عده نيوكليوتيدات لازقه جنب بعضها، بس لقينا ايه بقى؟ في جزء اللي هو باللون الاخضر ده بيتقص بعد كده، هو محشور ما بين حتتين زرق، فقال لك خلاص نسمي اللي بره ده اكزون ونسمي اللي جوه ده انترون. طيب لقينا بقى بيحصل، ركز في الحته اللي بتحصل دي، لقينا ان الانترونز اللي في النص دول هيتقصوا ويرجعوا تاني ويتشالوا مش هيترجموا، فبيحصل فيهم، بص بقى بيحصل فيهم حاجه اسمها ايه؟ سبلايسنج يعني احنا او يقص. فاحنا الحتت الخضراء اللي هي الانترونز اهي، الانترونز هنا كده واللي هنا بره كده الاكزون، كل اكزون من دول ده جين يحمل ترتيب معين، ترتيب معين من الكودونات، يعني يحمل شفره معينه، الانترون ده هيتقص وما بيحملش شفره معينه فمش هخرج بيه بره الخليه. يبقى انا ايه اللي بعمله دلوقتي؟ انا بقص وبظبط وبشيل وبحط، يعني بعمل حاجه اسمها سبلايسنج او بروسيسنج او موديفيكيشن، تعديل وتظبيط. انا مش اول ما بنسخ الدي ان اي كده، مش اول ما بنسخ منه ار ان اي واعمل ترانسكريبشن يقوم الار ان اللي طلع ده خارج بره على طول في السيتوبلازم هنا كده ويشتغل عليه الريبوسوم ويحصل ترجمه بروتين والكلام ده كله. مفيش الكلام ده، لا ده احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء بميزان. انت قبل ما تروح اي مكان بتجهز نفسك وتظبط نفسك وتلبس وتشيك وتتظبط، وهذا رسول ده وظيفته مهمه، شايل معلومات مهمه جدا للغايه، معلومات تهم وظيفه الخليه بتشتغل بالمعلومات دي. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى يخلق عمليه مهمه جدا اسمها بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن. بوست يعني بعد، وترانسكريبشن بعد النسخ، موديفيكيشن يعني تعديل. هنعمل تعديل ايه؟ احنا لقينا بعض القطع وبعض النيوكليوتيدات وبعض الكودونات ملهاش لازمه مش بتترجم، فهنقصها ونشيلها، ونخفف حجم الايه، حجم الام ار ان اي، فيقوم خارج بص يبقى نلاقي المركب الجديد اللي طالع كده الحتت الخضراء اتشالت منه، فبقى اكزون واكزون واكزون اللي هم اتسموا اكزون قبل كده عشان كانوا ما بينهم في انترونز، تسميه على الشكل حسب الشكل وخلاص، يعني مش حاجه عميقه يعني ما فيهاش عمق ما تقلقش. تمام، يبقى ايه عندنا بقى؟ عندنا اهو اكزون واحد مثلا واكزون اتنين واكزون تلاته. كلمه اكزون دي تعبر عن ايه؟ تعبر عن الكودونات بقى المهمه. هنا بقى كده هتلاقي مجموعه من القاعد النيتروجينيه مرتبه جنب بعضها ومجموعه من الكودونات ومجموعه من النوكليوتيدات، هي دي اللي بتمثل فعلا شفره، هي دي اللي بتمثل فعلا رساله مهمه. طيب في الاول ربنا سبحانه وتعالى كان خالق لك خط حمايه اول اللي هو الانترانسليتد ريجون، المنطقه اللي انا عاملها باللون الاسود دي اللي هي هنا كده، دي الانترانسليتد ريجون وهنا الانترانسليتد ريجون. بس كده لا، ده بيقول لك برضه هيحصل بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن وهنحط حاجات ثانيه حمايه اضافيه، ودي انت عارفها من ايام ثانوي. هنحط هنا كاب وهنحط هنا ديل، يعني هنحط كاب الناحيه دي عند ال5 برايم عند الراس هنا كده كاب، وهنحط في النهايه عند 3 برايم هنحط ديل. الكاب ده عباره عن ايه؟ عباره عن شكل من اشكال النيوكليتيدا برضه، بس حصل فيه شويه تعديلات كده، شكل معدل هنشوف شكله دلوقتي. وده عباره عن قاعده نيتروجينيه اللي هو بيبقى كنا بنقول عليه زمان ذيل عديد الادينين، اسمه ايه؟ بولي اي تيل، بولي يعني عديد وايه ادينين وتيل يعني ذيل. طيب والفايف كاب ده، فايف اتسمى فايف برايم كاب لانه موجود عند الفايف برايم. طيب الكاب ده عباره عن ايه؟ لو جينا نبص ركز بقى هنلاقيه عباره عن نيوكليتيدا عاديه خالص، جي تي بي جوانيدين تراي فوسفيت، جوانيدين تراي فوسفيت. انتوا خدتوا تركيب النيوكليوتيد مع دكتور نسيم، اهي بتتركب من ايه؟ بتتركب من قاعده نيتروجينيه. تمام، والادينين ده بيورين ولا بيريميدين؟ يا والله الجوانين سوري، ده ادينين ولا بيورين؟ شايف شكله؟ قول لي انت شكله من هنا كده، هو بيتكون من حلقتين، اه حلقتين، يبقى كلمه صغيره يبقى بيورين، يبقى ده نوع من انواع البيورينات، يعني نوع من انواع النيوكليوتيدات، يعني مركب حلقي عباره عن قاعده نيتروجينيه يعني فيها نيتروجين وماسك فيه سكر وماسك فيه ثلاثه فوسفات، واحد اثنين ثلاثه، فنسميناه جوانوزين تراي فوسفيد. طب ليه تسمى 7 ميثايل؟ عشان الكربونه دي كده رقم 7 فماسك فيها ميثايل، فيبقى اسمه ايه؟
7 ميثايل جوانوزين ترايفوسفين. يقوم ربنا سبحانه وتعالى ما يكتفيش باليو تي ار دي بس، ويحط لك معاها جوانوزين ترايفوسفيت حمايه برضو، يبقى فيه خطين حمايه هم اللي هو الكاب وبعديه حته مش مترجمه، علشان خلي بالك في حاجه لو حصلت اي مشكله، ما الخلايا بتحتوي على انزيمات ويبقى فيها مواد وماتيريال واحماض وحوارات، فالام ار ان ده معرض للاذيه زي ما اي رسول معرض للاذيه من قومه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى حاطط الام ار ان ده حمايه من هنا وحمايه من هنا عشان تحميه، بيزود ليفل الحمايه. وكذلك فين؟ في 3 برايم اند في زي العديد الادينين، عشان لو حصلت اي مشكله ما ياثرش على الشفره المهمه دي. خلي بالك ده انت لو قصيت واحده او بوظت حته جزئيه كده من الشفره دي، هتخلي البروتين اللي يتصنع بروتين مختلف تماما، فيبقى خلايا مثلا البنكرياس بدل ما بتصنع انسولين ما تصنعش انسولين، فالشخص ده يجيله مرض. شفت الغلطه هنا بفور، الغلطه هنا بمرض، الغلطه هنا بطفره. الشخص ده ممكن يجيله جينيتك ديزيز او ميتابوليك ديزيز لو الانزيم باظ. فالموضوع مهم جدا لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى ايه صنع لك ليفلز الحمايه كتير. تمام، يبقى احنا بنعمل ايه؟ حاجه اسمها بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن. يبقى تاني كده باختصار، ده النوع اللي هو الام ار ان ايه الاولاني اللي نتج بعد ترانسكريبشن على طول، بيسموه برايمري ار ان ايه ترانسكريبت، النسخه الاولى من الار ان ايه. النسخه الاولى من الار ان ايه دي قول لي انت كده بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على اكزون، دي مهمه، تحمل الشفره الوراثيه، تحمل الكودونات اللي هتترجم، وانترون دي اجزاء مش مهمه فهنقصها، ما احنا مش هنسيبها هنطلعها بقى ليه، فاحنا هنقص الانترونز دول. طيب وبيحمل ايه تاني؟ حاجه اسمها الان ترانسليتد ليجن، ده كده كان البرايمري. طب السكندري نفس اللي فوق بس عملنا قصينا حاجات وضفنا حاجات، قصينا الانترونز اللي ملهاش لازمه وضفنا ال5 ميثايل جي كاب او ال7 ميثايل جي كاب اللي هو جي تي بي، وضفنا بول ايتيل. خلي بالك سؤال ام سي كيو مهم جدا، الكاب بيتحط فين؟ عند ال5 برايم اند، والتيل بيتحط فين؟ عند 3 برايم اند. طيب عمليه قص الانترون دي اسمها سبلايسنج، سبلايسنج اهي اهي اكتبها لك سبلايسنج، سبلايسنج. طيب ده كل اللي احنا كنا عايزين نعرفه عن تركيب وشكل الايه؟ الام ار ان ايه. يبقى تاني بسرعه كده، الام ار ان ايه ده 5% ده مسؤول عن نقل المعلومات الوراثيه، المعلومات نقل وحمل الرساله الوراثيه او الشفره الوراثيه او ترتيب النيوكليتيدات في الدي ان ايه او في جين معين لصناعه بروتين معين. ما انت لو جيت كبرت خدت حته كده من الدي ان ايه ده وكبرتها هتلاقيها هي ايه؟ جينات. ما جينات مرصوصه كده على الكروموسوم او عباره عن تراكم وتتابع من الدي ان ايه، بنحمله على الام ار ان ايه، والام ار ان ايه يخرج بيه بره الخليه عشان يؤدي وظيفته، بيترجم الام ار ان ايه او سوري بيتنسخ الام ار ان ايه من الدي ان ايه في صوره حاجه اسمها برايمري ترانسكريبت، النسخه الاولى. ثم النسخه الاولى يحصل فيها حاجات تعديليه بيسموها تعديلات ما بعد النسخ، بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن. ادي البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن، بنقص الانترونز، بنضيف الكاب، بنضيف البولي ايتيل. تمام، ده كده كل ما يهمنا في مين؟ في الام ار ان اي. نخش بسرعه على التي ار ان اي. التي ار ان اي هنا 15%، وهنعرف انا يعني بعد ما نخلص ان شاء الله التي ار ان اي والار ان اي هقول لك تامل كده في النسبه هيحفظها لك ويخليك فاكرها. يعني يبقى التي ار ان اي اكتر من الام ار ان اي، لان التي ار ان اي هيحمل احماض امينيه، انما الام ار ان اي كان بيحمل شفره واحده، وهنعرف هنتامل ده اكتر واكتر قدام. تعال بس الاول نعرف التي ار ان اي نسبته 15%، تعال قول لي على الاستراكشر بتاعه. خلي بالك هو عباره عن شريط واحد من الار ان اي، مش شريطين، لكن شريط واحد ملتوي على بعضه. خلي بالك ملتوي على بعضه، فبيحصل بعض البيس بيرنج، تزاوج القواعد، القواعد بتربط ببعضها هنا، بعض القواعد بتربط ببعضها. يعني مثلا لو في قاعده ادينين تمسك باثنين رابطه هيدروجين مع يوراسيل، مع يوراسيل لان دي ار ان اي، خلي بالك. ولو في مثلا قاعده جوانين تربط بثلاث رابط هيدروجينيه مع السيتوزين، جميل. بس انا هسالك سؤال، لو انا قلت لك مثلا ان عدد الجوانين هنا 10، يبقى بالطبيعي ان عدد مش الجي المفروض انها تربط مع السي بثلاث رابط هيدروجينيه، وكذلك الاي مع اليو. طب لو انا سالتك احنا كنا بنعرف ايه؟ قلت لك لو عدد الاي مثلا 10 يبقى اكيد عدد اليو 10، بس الكلام ده كان في الدي ان اي او في النسخ الار ان اي، انما هنا لا، هنا لا، لان هنا مسكوا في بعض بالصدفه، في حبه مسكوا هنا وفي حبه ما مسكوش هم، فمش شرط ان لو انا قلت لك في التي ار ان اي قواعد الادينين 10 يبقى قواعد اليوراسيل 10، او قواعد الجوانين 10 وقواعد السيتوزين يبقوا 10 زيهم، لا، الكلام ده هناك في الدي ان اي عشان الدي ان اي كان كله بيتنسخ، انما هنا هو شريط واحد بس لف شويه على بعضه بس. جميل كده، فدي نقطه مهمه جدا بتيجي في الام سي كيو لازم تكون ايه عارفها. يبقى ده الاستراكشر بتاعه عباره عن سنجل ستراند ار ان ايه، تقريبا لو جيت عديتهم هيبقوا من 70 ل 90 نيوكليوتايد، لكنه هو فولدد بيبقى ملفوف على بعضه، حتى بيسموه بص الفولد ده بيسموه ايه؟ كلافر ليف. كلافر ليف دي يعني على شكل عود البرسيم،
يعني هو عشان هنا في ايه ثانيه كده او لوب ولوب ولوب لوب يعني لفه كده، فهو ايه شبه العود البرسيم ده كلافر ليف. طيب نتعمق اكتر في شكله. لو جينا بصينا كده انت هتلاقي ان هو ليه دراع هنا اهو، ادي دراع وادي دراع وادي دراع وادي دراع فوق اهو من اربع اذرع، وفي دراع خامس كده اكسترا اضافي زياده كده. احنا بقى نبص على كل واحد منهم ونشوف تركيبه ايه. خلي بالك في اربعه اساسيين، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه وفي واحد اكسترا. طيب نبدا اول حاجه بسم الله بالاكسبتور ارم، لان ده اهم ارم اللي هو الارم اللي فوق ده كده اكسبتور. ليه اتسمى اكسبتور؟ كلمه اكسبت، ما واحد يبعت لك اد على الفيسبوك تقول له اكسبت تقبل يستقبل يعني، فكلمه اكسبتور مستقبل. طب هيستقبل ايه؟ هذا الدراع او هذا الطرف او هذه النهايه من التي ار ان اي هتستقبل ايه؟ هتستقبل الامينو اسيد، لان احنا عارفين وظيفته ايه؟ بيقوم حامل الامينو اسيد هنا كده اهو يشيله، وبالانتي كودون الجزء اللي تحت ده كده بيمسك في شريط الام ار ان اي، يبقى ده وظيفته بينقل الاحماض الامينيه تبعا واعتمادا على الشفره الوراثيه اللي موجوده على ام ار ان اي هنا كده، ويوديها للريبوسوم اللي بيبني البروتين. طبعا احنا عارفين الكلام ده من ثانوي احياء، فيبقى لحد ما ناخد حته البروتين ترانسليشن احنا عارفين ان التي ار ان اي او حته بناء البروتين او ترجمه البروتين، احنا عارفين ان الجزء ده او اللي هو الارم ده اللي بيسموه الاكسبتور ارم هو بيستقبل او بيمسك الامينو اسيد. طيب سؤال ام سي كيو هنا، التتابع الاخير او الكودون الاخير، مش الكودون بقى، التتابع الاخير في الاكسبتور ارم عباره عن ايه؟ سي سي اي سي سي اي، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق ان النهايه الاخيره هنا كده عباره عن سي سي اي، بس يقوم جايب لك لعب لك في الام سي كيو يقول لك ايه؟ هي 5 برايم سي سي اي 3 برايم ولا 3 برايم سي سي اي 5 برايم؟ لا الاولاني اهو. يبقى سؤال كمان، الامينو اسيد بيمسك عند النهايه 3 ولا 5؟ اهو بيمسك هنا كده، الامينو اسيد بيجي يمسك هنا كده، يبقى بيمسك عند النهايه ايه؟ 3 برايم، يبقى سي سي اي 5 3 5 برايم سي سي اي 3 برايم. جميل؟ يبقى ده كده كان الجزء الاولاني اللي هو بتاع الايه؟ بتاع الاكسبتور ار. في حته يعني حته جميله هنا، ايه هي؟ احنا عارفين ان التي ار ان اي بيمسك في حمض امين واحد بس، لكن الحمض الاميني ممكن يبقى ليه اكثر من تي ار ان اي. ازاي؟ هضربها لك بمثال طفولي خالص. التي ار ان اي ده وافي واصيل زي الست، الست ما بتتجوزش الا واحد. طيب والراجل، في بعض الرجاله ايه عينهم زايغه شويه فيرتبط بواحده واثنين وثلاثه. فالامينو اسيد ممكن يبقى ليه تي ار ان اي زي الراجل، الامينو اسيد ده الراجل والتي ار ان اي ده الست. الست بترتبط بامينو اسيد واحد لان هي عليها الكودون هنا كده، الكودون ده عليه شفره واحده بس، مثلا يعني سي يو اي، فالسي يو اي دي خاصه ببروتين واحد بس، ببروتين معين، لكن او خاصه بحمض امين معين، امينو اسيد معين. لكن في بعض الاحماض الامينيه الحمض الاميني ممكن يبقى ليه مثلا حمض، نفس الحمض الاميني ده ممكن يبقى ليه سي يو اي، فده هيبقى ليه تي ار ان اي معين، وممكن يبقى ليه تتابع تاني خاص بيه مثلا يعني سي اي جي مثلا فده ايه؟ ليه تي ار ان اي برضه خاص. فالامينو اسيد عامل زي الراجل، بيبقى يمسك ممكن التي ار ان ده يشتغل عليه وتي ار ان تاني وتي ار ان تالت، لكن التي ار ان ايه ده؟ وفي واصيل عنده لوياليتي، بيمسك في حمض امين واحد بس، خاص بحمض امين واحد بس. جميل. يبقى اول حاجه اتكلمنا عليها الاكسبتور ار. طيب نخش بعد كده ايه؟ على الدي ار. والدي ارم ده بيساعد الانتي كودون كمان، يعني الدي ارم ده هو مساعد ليهم، بيساعد الانتي كودون. ازاي؟ مش الانتي كودون ده هو المفروض اللي بيتعرف على الكودون على الام ار ان اي؟ مش الانتي اسمه انتي يعني ضد، وكودون الكودون هنا موجود على الام ار ان اي، الكودون اللي هو عباره عن ايه؟ الحروف الوراثيه، حروف الشفره الوراثيه. والانتي كودون عشان بيتكامل معاه كومبلمنتري بيكملوا بيلزقوا في بعض. فالتي ار ان اي بيعرف الام ار ان اي عن طريق الانتي كودون كودون رياكشن، التفاعل هنا او ان الانتي كودون يمسك في الكودون. طيب الدي ار ما بقى بتساعد الانتي كودون ده ازاي؟ هضرب لك مثال. لو انت مثلا ايام زمان لو تشوف في الافلام القديمه بيقول لك ايه، لما كانوا مثلا بتلاقي في الافلام كده واحد تاجر مخدرات وهيعملوا عمليه نقل للبضاعه، فبيقول له هعرفك في المطار او في المحطه ازاي؟ قال له هتلاقيني لابس بدله بيضة وحاطط مثلا ورده بيضة ولا ورده حمراء في الجيب اللي فوق. فايه انت مثلا واحد بقى اللي رايح يستلم البضاعه هيقعد عينه في المطار او عينه في المطار او عينه في المحطه على مين؟ على الشخص اللي لابس بدله بيضة. يبقى هو الانتي كود الامر ان عينه على مين؟ على الانتي كود البدله البيضاء. وبيساعده كمان، هو شاف لقى اتنين لابسين بدله بيضاء وواحد معاه ورده حمراء واحد معهوش، يبقى الدي ارم دي عامله زي الورده الحمراء اللي هي بتساعد الانتي كودون في التعرف على مين؟ على الام ار ان اي. طيب ليه تسمى دي ارم؟ يعني ليه تسمى دي ارم؟ هقول لك على حاجه. في هنا احنا المفروض احنا عارفين ان الار ان اي بيبقى فيها قواعد، ومن ضمن القواعد حاجه اسمها ايه؟ يوراسيل. اليوراسيل اللي هنا مميز ازاي؟ مختلف شويه. في نوع من انواع اليوراسيل مختلف غير اليوراسيل اللي احنا عارفينه، بيبقى ماسك عليه
اتنين هيدروجين، فبيسموه داي هيدرو يوراسيل، عشان كده تسمى الدي ار، من انه بيحتوي على الداي هيدرو يوراسيل. يبقى في قاعده نيتروجينيه جديده اهو اكتسبناها، لقيناها موجوده هنا كده، اسمها داي هيدرو يوراسيل او نيوكليوتيدا جديده. يبقى الار ان ايه بيحتوي على القواعد اللي احنا عارفينها، اللي هي ادينين وجوانين وسيتوزين ويوراسيل، وبرضه في واحده مميزه جديده اسمها داي هيدرو يوراسيل موجوده في التي ار ان ايه. جميل قوي. يبقى احنا كده ده سؤال ام سي كيو، يقول لك الداي هيدرو يوراسيل موجوده فين؟ في التي ار ان ايه. موجوده في انهي ارم؟ في الدي ار. يبقى الدي مع الدي. طيب نخش بعد كده على الانتي كودون، وقلنا ان الانتي كودون ده عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء اللي بيحمل الشفره الوراثيه. ممكن بقى في سؤال كده هنا رخم سيك، ايه هو؟ يقول لك الانتي كودون ده بيتكون من كام بيز او من كام نيوكليوتيد؟ هو المفروض ان هو بيتكون من 3 ادي 1 2 3، بس لو سالك على الارم كله اللي هي اللفه اللولب الدراع كله، هو بيتكون من 7. من ضمن السبعه دول الثلاثه اللي في النص، الثلاثه اللي في النص هم الانتي كودون، هم بتوع البيز بيرنج، هم بتوع الشفره الوراثيه، هم المسؤولين عن تحديد الكودون هنا وبالتالي تحديد الامينو اسيد اللي يمسك فوق. فيبقى الانتي كودون هم الانتي كودون ارم على بعضه 7، اتنين على اتنين فوق كده واتنين فوق ماليش دعوه بيهم، التلاته اللي في النص دول بقى هم اللي ايه؟ هم اللي يهموني، هم دول الانتي كودون. طيب يبقى احنا كده خدنا الارم الاولانيه اللي هي اكسبتور ارم، خدنا الارم الثانيه اللي هي دي ارم، وقلنا الاكسبتور ارم سي سي اي 5 برايم 3 برايم بيمسك فيها الامينو اسيد عند الجزء 3. دي ارم ديت الداي هيدروسيل ارم بتساعد الانتي كودون في التعرف على الكودون، والانتي كودون ده الجزء اللي بيحمل الانتي كودون اللي بيتفاعل مع الكودون وبيتعرف عليه، وهو ده الجزء اللي بايه بيعمل فيه بيز بيرنج، بيحصل فيه بيز بيرنج وبيبقى كومبلمنتري. هنا بيبقى كومبلمنتري، يعني مثلا النيوكليوتيدات اللي هنا بتكمل وبتعمل كومبلمنتري اكشن هنا، يعني ده مكمل ده. جميل. طيب فاضل بقى ايه تكتين، هو مش متكلم عليهم بالتفصيل بس ذكر معلومات معتمده عليهم، اللي هم التو ارمز دول، الاكسترا ارم وحاجه اسمها تو تي سودو يوراسيل سي ارم، هنعرف واحده واحده. نبدا بالاكسترا ارم عشان سهل. الاكسترا ارم ده الفانكشن بتاعته مش واضحه لسه، مش معروفه، لكن بيقال ان هو بيتحكم او مسؤول عن السايز بتاع تي ار ان ايه، يعني حجم تي ار ان ايه ده. والله لو الاكسترا ارم ده كان كبير يبقى السايز بتاعه بيبقى كبير، ولو او حجمه وكتلته المولكيولار ويت بتاعه بيبقى كبير اعتمادا على هذا ايه الذراع الاضافي. طيب الارم الاخير ده بقى، الارم الاخير ده ركز، واللي انا عايزك تعرفه منه حاجه واحده بس، اسمه واسمه اتسمى كده ليه؟ بيسموه تي سودو يوراسيل، خلي بالك هنا كان داي هيدرو يوراسيل، انما هنا اسمه سودو يوراسيل سي ار. تي دي بتاعت الثيمين. الله ثيمين، مش انت بتقول يا دكتور ده ار ان ايه؟ واحنا عارفين الار ان ايه بيبقى اسمه يوراسيل، ايه اللي جاب الثيمين هنا؟ ده بقى الاكسبشن اللي بقول لك عليه، ان برضه الار ان ايه ممكن يبقى فيه ثيمين. هي اصلا كانت يوراسيل على فكره وحصل لها ميثايليشن، لو انت فاكر ده من المحاضره الاولانيه، ان اليوراسيل لو حطينا عليه ميثايل جروب هتتسمى ايه؟ يوراسيل. فهنا في اكسبشن استثناء في التي ار ان اي انه بيبقى فيه ثيمين، يبقى التي ار ان اي بالتي فيه ثيمين، استثناء في الـ في الـ في الارم هنا كده، ده استثناء عن القاعده ان بيبقى فيه يوراسيل وبيحصل لها ميثايليشن فبتتحول لتي. طيب والسودو يوراسيل ديت، السودو يوراسيل بتتعمل كده سودو يوراسيل وسي ار، السي اللي هي السيتوزين عادي. طب السودو يوراسيل دي عباره عن ايه؟ هقول لك انا يا سيدي، بص كده، بص شايف ده اليوريدين مونوفوسفيت اللي هي النيوكليوتيدا بتاعت اليوراسيل، ادي قاعده اليوراسيل اهي، وده اسمه يوريدين عشان القاعده مع سكر، ومونوفوسفيت عشان في وحده فوسفيت. بص كده ايه اللي بيمسك هنا الرابطه داي استر بوند دي، هنا بتمسك مع النيتروجين رقم واحد والكربون رقم واحد. تتسمى سودو امتى بقى؟ لو هنا كده السكر مسك في حته ثانيه، في كربونه ثانيه غير النيتروجين دي، كربون رقم 5 مثلا، اي كربون، وخصوصا الكربون رقم 5. بس انا اللي انا عايزك تعرفه هنا ايه؟ ان الطبيعي اليوريدين مونوفوسفيت او عشان قاعده اليوراسيل ده تمسك في الفوسفيت شوجر كربون رقم 1 مع النيتروجين رقم 1. لو مسك البوند مسكت في حته ثانيه غير النيتروجين رقم 1 ده، يبقى المركب ده ايه؟ المركب دوت بيسموه سودو يوراسيل او سودو يوريدين مونوفوسفيت. سودو يعني كاذب او مختلف او مش الاساسي. فعلشان كده هنا بقى في التي ار ان هنا كده الجزء اللي هنا ده كده في قاعده او في نيوكليوتيدا، النيوكليوتيدا دي بيسموها سودو يوراسيل لكن ماسك بربطه مختلفه. يبقى في هنا الارم ده مميز بحاجتين، اولا في ثيمين وفي سودو يوراسيل. هتلاقي هو هنا بقى كان جايب لك في الكتاب في الاول بيقول لك ايه؟ ان بيقول لك ايه؟ ان الار ان ايه او التي ار ان ايه في اربع انواع من النيوكليوتيدات المميزه والمختلفه. احنا المفروض عندنا في الار ان عموما يا اما ادينين يا اما جوانين يا اما يوراسيل يا اما سيتوزين.
لكن في بعض الحاجات التانية زيادة المميزة للتي ار ان ايه، زي ايه؟ زي اللي احنا قلناها هنا كده، اللي هي اسمها ايه؟ داي هيدرو يوريدين، عشان كده تسمى دي ارم. وعندنا برضو الثايمين او الثايمدين، المفروض ما كانش يبقى هنا، عشان كده تسمى تي ارم. وعندنا برضو السودو يوريدين. وفي حاجه كمان اسمها الانوزين، بس مش عليك تعرفها قوي. المهم ان انت عرفت ان في هنا ايه، اربع انواع من القواعد، او اربع نيوكليوتيدات مميزه للتي ار ان ايه، مش موجوده في اي ار ان ايه تاني، والمفروض انها مش موجوده في ار ان ايه عموما، لكن هنا استثناءات واكسبشن مميزه بيجيبها بيلعب فيها فين في الام اس كيو. يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الايه، التي ار ان ايه. طيب نخش بعد كده على الجزء بتاع الار ار ان ايه. والار ار ان ايه اختصار لكلمه ريبوزومال ار ان ايه. ومن هنا لازم نعرف يعني ايه كلمه ريبوزوم. سوم يعني جسم، جاي من كلمه سوما، وريبو يعني سكر، فهو اسمه ريبوزوم عشان جسم سكري، عشان فيه ار ان ايه اللي هو 50% منه. الريبوزوم ده عباره عن اتحاد حاجتين مع بعض، حمض نووي اللي هو الار ان ايه زائد بروتينات. 50% من الريبوزوم عباره عن ار ان ايه، و50% عباره عن بروتينات، فدي ما تنساهاش خالص. يبقى ايه هو الريبوزوم؟ هو اتحاد حمض نووي ار ان ايه مع بروتينات. طيب الار ار ان ايه نسبته في كل الار ان ايه عموما، يعني الريبوزوم الار ان ايه او اسمه ريرنا بقى، ندلعه نقول ريرنا، ده حوالي 80% من انواع الار ان ايه عموما. احنا عندنا ماسنجر، وعندنا ترانسفير ار ان ايه، وعندنا ريبوزوم ار ان ايه. طب اشمعنى ده 80% واللي قبليه كان 20% 15 واللي قبليه كان 5؟ اشمعنى الام ار ان ايه 5 والترانسفير 15 والريبوزوم 80؟ انا بحب اضرب مثال هيفهمك الدنيا شويه. مش الماسنجر ار ان ايه ده الرسول؟ انت مثلا بتلاقي الامه او الدعوه عموما بيبقى فيه رسول واحد، والرسول حواليه حواريين، حواريين يعني اصحابه اللي بيساعدوه في الدعوه، وهم وفي الامه كامله. فمثال بسيط هيفكرك ان الرسول هو واحد عدده قليل، هو بيبلغ الرساله وبيساعده في تبليغ الرساله وحمل الرساله ونقلها للناس الحواريين واصحابه زي الصحابه مثلا، فهم ايه عددهم قليل برضه مقارنه بباقي الامه. الار ار ان ده الامه كلها بتشتغل وبتصنع وبتعمل وبتطيع الدعوه دي وبتنفذها وبتمشي على نهجها. فالار ار ان ايه ده بيمثل الامه كلها، الناس كلهم. ليه؟ لان هنعرف ان الار ان ايه ده هو وظيفته تخليق البروتين. الام ار ان ايه الرسول كان بيحمل الشفره او الرساله الخاصه ببناء البروتين، بيحمل رساله الدعوه ورساله العمل الصالح مثلا. والتي ار ان ايه هو بيحمل خطوات او بيساعد في خطوات ونقل هذه الرساله وهذه الدعوه وهذا العمل الصالح للامه. والامه هي وظيفتها ايه؟ تعمل العمل الصالح برضه. فهي دي حاجه بسيطه يعني عشان ايه تفتكرها. فالار ار ان ايه هو كام؟ 80% هو النسبه الاكبر، لان هو بيقوم بالوظيفه الكامله اللي هي بناء البروتين، يعني هو بيستقبل المعلومات الوراثيه من الام ار ان ايه ويستقبل الاحماض الامينيه من التي ار ان ايه. يبقى بياخد حاجه، ياخد الشفره من الام ار ان ايه، وياخد المعلومه من وياخد الامينو اسيد اللي بيبقى ماسك هنا الحمض الاميني من التي ار ان ايه، ويقوم بربط الاحماض الامينيه ببعضها ويصنع البروتين. طيب نخش في تركيبه بسرعه كده. احنا عندنا في حاجه اسمها الايوكاريوتيك ريبوسوم اللي هو موجود في الايوكاريوتيك سيلز. ايو يعني حقيقي، وكاريوتيك يعني نواه، حقيقيات النواه، وهنا برو يعني اوليات النواه اللي هي البكتيريا والكلام ده كله. طيب انت عارف طبعا، فاكر انت حته 50 اس و60 اس و40 اس وكانت مشكله بالنسبه لك، فتعالى نشوف هنا واحده واحده. واحنا ليه اصلا بنعرفها؟ طب انا ليه بعرف 50 اس و40؟ طب ما لو هي مش مهمه ما تقولهاش، انما ليه هي هم بيقولوها لي؟ فده اللي هنعرفه دلوقتي. الاول قبل ما نخش عشان تعرف يعني ايه كلمه اس دي، اس دي اختصار لحاجه اسمها سيديمنتيشن كوفيشنت، او حاجه اسمها سيدبرج فاليو. سيبك من سيدبرج، ده اسم العالم اللي اكتشف الموضوع او اللي درس الموضوع. المهم اختصار سيديمنتيشن كوفيشنت او سيديمنتيشن ريت، او سرعه فيلوسيتي، سرعه الترسيب. في جهاز اسمه سنترفيوج، ان شاء الله تاخدوه في الفسيولوجي، اللي هو جهاز الطرد المركزي. جهاز الطرد المركزي ده بيعتمد على ايه؟ انت بتجيب ماده، تمام، والماده دي بتفضل تلفها بسرعه كبيره جدا جدا، فالجزء الثقيل بيترسب والاجزاء الخفيفه بتتطاير. بتترسب يعني يحصل لها سيديمنتيشن، سيديمنت يعني ترسب، فالاجزاء الثقيله بتترسب والاجزاء الخفيفه بتتطاير على الطرف. جميل. هنتاخدوه ان شاء الله في الاي بي ال في البلد لما نيجي نحط الدم في جهاز طرد مركزي اسمه سنترفيوج. فالاجزاء الثقيله من البلد تفضل في النص او تترسب تحت، والاجزاء الخفيفه تطلع فوق على السطح. جميل. فاحنا ايه لما جبنا الريبوسوم اللي هو عباره عن بروتين زائد ار ان ايه، اهو عباره عن بروتين زائد ار ان ايه، بروتينات ماسك فيها ار ان ايه، لقينا ايه؟ لقينا ان هو سرعه الترسيب بتاعته بنقيسها بوحده الاس دي بقى. فقال لك سرعه الترسيب بتاعته 80 اس. لو جينا كسرناه لحتتين
هنلاقي حته بتترسب بسرعه وحته بتترسب بسرعه مختلفه. مش شرط مجموع السرعتين يبقى هو مجموع الحاجه الاساسيه. يعني لو انا جبت لك قلم والقلم ده عليه سده وقلت لك ارمي الحته دي من فوق وارمي الحته دي من فوق وشوف دي هتوصل بسرعه كام وشوف دي هتوصل بسرعه كام، دي مثلا وصلت بسرعه مثلا 10 ودي وصلت مثلا بسرعه 6 عشان اخف، ودي تقيله فالتقيل بينزل بسرعه. هل مجموع، هل لو انا حطيت السده على القلم لازم توصل بسرعه 16؟ لا طبعا، ده ممكن توصل مثلا بسرعه 7 8 9. فاهمني؟ مش شرط ان السرعه بتاعت نزول القلم كله على بعضه بقى من فوق تبقى مجموع السرعتين، لا مش كده. ده دي مش قيمه حسابيه، انا مش بحسب حساب، ده انا بحسب سرعات وبشوف سرعه كل جزء لوحده قد ايه. فيبقى كلمه اس ديت هي عباره عن سرعه الترسيب. تمام؟ فلما اجي اقول لك ان المركب كله على بعضه بيترسب بسرعه معينه، مش معنى كده ان انا لو قسمت المركب يبقى هينزل بنفس بسرعه منقسمه او منفصله، او مش شرط اجمع سرعه اجزاء هذا المركب فيصبح الرقم صحيح. يعني ايه باختصار؟ يعني الريبوسوم ده عباره عن كتلتين مع بعض. الريبوسوم بيتكون من تو سب يونتس، تحت وحده، عندنا وحده كبيره للريبوسوم بتتكون من وحده تحت وحده كبيره وتحت وحده صغيره، لارج سب يونت وسمول سب يونت. لو انا جيت فصلته وشفت اللارج سب يونت دي وشفت سرعه ترسيبها وجيت السمول سب يونت دي وشفت سرعه ترسيبها، مش لازم ان مجموع من الاثنين يبقى مجموع سرعه الترسيب هنا ومجموع سرعه الترسيب هنا يساوي مجموع سرعه ترسيب الجزء الكبير، مش كده، ده احنا مش بنحسب رياضه. فايه؟ لقينا ان الريبوسوم ده بينقسم للارج سب يونت وسمول سب يونت. حتى اللارج سب يونت بتنقسم لاجزاء سب سب يونت او اجزاء اصغر، كل جزء منهم بيترسب بسرعه معينه. يعني مثلا اللارج سب يونت، اللارج سب يونت بتاع اليوكاريوتيك ريبوسوم بتنقسم لثلاث اجزاء اهو، ادي جزء وجزء وجزء، في جزء منهم سرعته 5 اس، يبقى في جزء منهم اهو عشان ما تلخبطش، جزء منهم سرعة ترسيبه 5 اس، وجزء تاني سرعة ترسيبه 80 سيديمنتيشن او سيدبرج فاليو، وجزء تالت 5.8. هقول لك احنا ليه بنعرف الارقام دي. ده بالنسبة للارج سب يونت، الوحدة الكبيرة تحت وحدة كبيرة، وفي الصغيرة، الوحدة الصغيرة بتتكون من جزء واحد بس اللي هو اسمه 18 اس. طب اشمعنى هي 40 اس؟ لان ماسك فيها بروتينات. تمام؟ ماسك فيها بروتينات. يبقى بص، الاثنين ماسك فيهم بروتين، اللارج سب يونت عبارة عن ار ان ايه وار ان ايه وار ان ايه، وماسك فيهم 50 بروتين او 50 بولي بيبتايد تشين، يعني بروتين جنب بروتين جنب بروتين او بولي بيبتايد تشين، سلسله تعديل بيبتيد، يعني بروتينات زي بروتينات، 50 بروتين ماسكين في الثلاث انواع دول من الار ان ايه او الثلاث جزيئات دول من الحمض النووي، فيكونوا لك ريبوسوم. مش احنا اتفقنا ان الريبوسوم عباره عن ايه؟ عباره عن ار ان ايه زائد بروتين. احنا عندنا 50 بروتين ماسكين في ثلاث جزيئات من الار ان ايه، بس جزيئات الار ان ايه دي مختلفه الشكل ومختلفه الحجم، وبالتالي سرعه ترسيبها تكون مختلفه. تمام؟ الثلاث ار ان اي دول مع ال 50 بروتين يتحدوا يكونوا لي تحت وحده ريبوسوم او لارج سب يونت اللي هي 60، سرعتها بقى سرعه ترسيبها 60 اس. طيب والصغيره اللي هي سمول سب يونت دي عباره عن جزء واحد من الار ان اي ماسك في 30 بروتين، ولما جينا نقيس سرعه ترسيبها الام لقيناها 40 اس، بتترسب بسرعه 40 سيديمنتيشن ريت، انما الار ان اي ده بيترسب بكام؟ بسرعه 18. طيب انا ليه بعرف الكلام ده؟ بعرف 15 اس و18 اس و17 اس عشان يا حبيبي لما نيجي نقارن الايوكاريوتيك بالبروكاريوتيك هنلاقي فيه اختلاف. طيب وهيفيدني في ايه الاختلاف؟ هنا برضه هنلاقي ان في لارج سب يونت وسمول سب يونت، لكن سرعه ترسيبها 70 اس، معنى كده ان في اختلاف في الحجم وفي الوزن وفي الشكل يخلي سرعه الترسيب تختلف. وهنا اللارج سب يونت اللي هنا كده، اللارج سب يونت اللي هنا بتتكون من جزئين بس، وهنا مثلا جزيء 5 اس اهو، هنا جزيء 5 اس سرعه ترسيبه جزيء 23 اس ار ان اي وماسكين في 32 بروتين، ده اللارج سب يونت. والسمول سب يونت اللي هي بتتكون مثلا من 16 اس، ده جزء الار ان اي و21 بروتين. انا استفدت ايه بقى لما عرفت الحاجات دي؟ لا اقول لك استفدت كتير. الايوكاريوتيك دي خلايا الانسان، والبروكاريوتيك دي خلايا البكتيريا. الريبوسوم ده بيصنع البروتين فيخلي البكتيريا عايشه تنتج وظائفها. لو واحد جاله بكتيريا الانفكشن او عدوى بكتيريه، تقوم انت عامل ايه بقى كعالم ومكتشف وجميل وحلو؟ تبوظ الريبوسوم اللي هو المصنع. الريبوسوم ده مصنع الخليه، بينتج بروتينات الخليه، يعني بيؤدي وظيفه الخليه. انت عندك بكتيريا عايشه جوه جسم الانسان وعايز تصنع مضاد حيوي يموت البكتيريا وما يموتش الانسان، يموت البروكاريوتيك وما يموتش الايوكاريوتيك، فانت تضرب مصنع البروكاريوتيك وما تضربش مصنع الايوكاريوتيك. فانت تصمم دواء متناسب مع الجزيء اللي سرعته 70 اس او الجزيء اللي سرعته 5 اس او الجزيء اللي سرعته 32 او الجزيء اللي سرعته 16، يعني يا تضرب الريبوسوم كله يا حته من الكبيره منه الحته الصغيره يا حته من الحته الكبيره يا حته وهكذا يعني. فانت المضاد الحيوي اللي بتصنعه بيخش جوه الجسم
هو المضاد الحيوي ده احنا عاملينه كده بالكمبيوتر ومصنعينه ومصممينه ومجهزينه ان هو يضرب ال 70 اس، يضرب الجزيء اللي شكله وحجمه مخليين سرعته 70 اس، فيضرب ده وما يضربش ده، فيبقى فيه سبيسيفيسيتي، المضاد الحيوي خاص او سبيسيفيك كده جاي تارجت البروكاريوتيك ريبوسوم وما يقدرش يضرب مين؟ الايوكاريوتيك ريبوسوم. يبقى انت بتعرف اختلافات الارقام دي لان المضاد الحيوي هيضرب، اقول لك مثلا المضاد الحيوي بيضرب الحته دي اللارج سب يونت او بيضرب الخمسة اس اللي هنا ما يقدرش يضرب اللي هنا، جميل، فيقدر يموت البروكاريوتيك ريبوسوم وما يموتش مين؟ الايوكاريوتيك ريبوسوم. فدي الحته يعني ايه اكسبلانيشن بقى يخليك تفهم انا ليه اصلا كنت بعرف وتحت وحده وفوق وحده و50 اس و70 اس وازاي مش شبه بعض وازاي 60 زائد 40 بيساوي 80. سبحانك يا رب. فهمت بقى الفكره والليله ماشيه ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجه بميزان، اليس الله بحكم الحاكمين؟ وبعدين في ايه جميله، صنع الله الذي اتقن كل شيء، كل حاجه معموله بميزان وبحساب. اللي يخلي هنا عندك في الامر ان ايه ربنا يحط لك حمايه، سبل الحمايه على الشفره والمعلومه الوراثيه، ويعمل لك هنا كمان حاجه اضافيه تميز لك عشان مش اي تي ار ان يمسك في ام ار ان اي ومش اي انتي كودون يمسك في كودون، عامل هنا وسيله تعارف وفي وسيله تعارف زياده اضافيه، وعامل حاجه مخصصه تمسك في الحمض الاميني، وكل يعني سبحانك يا ربي حاجه عظيمه فعلا، مش اي خالق، هو كرم ربنا سبحانه وتعالى. طيب نخش نعرف وظيفه الوحده الكبيره بسرعه كده ووظيفه الوحده الصغيره او اللارج سب يونت والسمول سب يونت. اللارج سب يونت دي بتمسك فين؟ اهو ده التي ار ان اي اللي بالاخضر وده الامينو اسيد اهوت. فاللارج سب يونت بتربط الاحماض الامينيه ببعضها، زي ما ناخد بقى ناخد الموضوع ده بالتفصيل في الترانسليشن، عمليه الترانسليشن محاضره كامله لوحدها. فاللارج سب يونت دي بتربط الامينو اسيد زي ما بعضها وبتعمل بوبتايد بوند، بيبتيد مع بيبتيد او بروتين مع بروتين مع بروتين، يعمل لك بوبتايد ايه بوند. طيب انما السمول سب يونت بتتاكد من ان الانتي كودون هنا كده، يعني هنا نلاقي ده سوري هنا المفروض ده التي ار ان اي، فهنا في كده انتي كودون وهنا ده الام ار ان اي ففي كودون، بيتاكد ان البيز بيرنج اتحاد او تزاوج القواعد هنا سليم عشان مش اي بروتين يتصنع. ما انت لو عملت ده هيطلع مثلا البروتين ده هيطلع هرمون الانسولين مثلا، لو بوظت ترتيب فيه هيطلع الانسولين ده يا اما مش كامل يا اما بايظ يا اما في مشكله، الشخص يجيله مرض سكر وهكذا بقى. عد ده ممكن يطلع انزيم مثلا، الانزيم ده خاص بحاجه معينه بميتابوليزم معين، يفقدك الباثوي اللي هو التفاعل، المفروض مثلا الانزيم اللي طالع ده هيساعد في التنفس، وقفت او بوظت الانزيم ده مش هتحصل عمليه التنفس، الشخص ممكن يموت فيها، الانزيم ده مسؤول عن الهضم مش هيحصل هضم، فعمليه مش سهله خالص. ربنا سبحانه وتعالى خالق شركه او مصنع منظم وفي قمه الايه الدقه. طيب في حاجه بقى، الريبوسومات بتتقسم لنوعين، في حاجه اسمها فري ريبوسوم اللي هنا رقم 3 دي يعني موجوده، الصوره اللي احنا جايبينها دي سيتوبلازم اهو كده، واحنا عندنا حاجه اسمها الشبكه الاندوبلازميه. الشبكه الاندوبلازميه في حاجه اسمها رف اندوبلازميك ريتيكولوم، انتوا خدتوا ده طبعا في الهيستولوجي، رف اندوبلازميك ريتيكولوم ار اي ار. رف ليه؟ لان لازق فيها ريبوسومات هنا كده، الريبوسوم ده كله على بعضه اهو، ممكن يبقى فري كده في السيتوبلازم او ممكن يبقى ماسك في الشبكه الاندوبلازميه. والله لو الشبكه الاندوبلازميه زي هنا كده ما عليهاش ريبوسوم فيسموها سموث، اهي سموث، ولو ماسك عليها ريبوسوم مخشنها مخليها محببه فيسموها رف. فاحنا عندنا نوعين من الريبوسومات، عندنا رف اندوبلازميك ريتيكولوم وسموس اندوبلازميك ريتيكولوم، ده قصدي سوري، عندنا نوعين من الايه من الشبكه الاندوبلازميه، وعندنا برضو نوعين من الريبوسومات، فري ريبوسوم واتاتشد. انا بحب اضرب مثال بسيط خالص. بص يا سيدي، الاتاتشد ده عامل زي المصنع، يعني المكان ثابت اللي هو الرف اندوبلازميك ريتيكولوم هي موجوده وماسك فيها ريبوسومات، فده مكانها ثابت عامل زي المطار، مطار مكانه ثابت ايربورت او مينا، بس ده تشبيه مني يعني. والفري دي عامله زي ايه؟ زي العربيات النجواله النقاله، عامل زي الحكومه اللي جوه البلد عماله تلف مثلا، تلف جوه الخليه. بص بقى الفري ريبوزوم دول بيمشوا في الخليه في السيتوبلازم بتاع الخليه في هنا وهنا وهنا وهنا، يشوفوا الخليه عايزه ايه، انما ده المصنع او المقر او المطار اللي هيصدر بره الخليه. يبقى الاتاتشد ريبوزوم اللي هم ماسكين هنا كده، كان الريبوزوم ده مصنع ووظيفته اصدار وتصدير، هيصدر حاجه بره تمام، يصدر البروتين، هو مش الريبوسوم ده بيصنع بروتينات؟ لو الخليه دي هتفرز هرمون، فالهرمون ده يطلع من الخليه ويروح في الدم، فالهرمون ده يتصنع من مين؟ من الرف غالبا، يعني مين اللي بيتصنع من الرف اندوبلازميك ريتيكولم؟ منين بالظبط؟ من الاتاتش ريبوسوم هنا كده. طيب ولو الفري ريبوسوم دول بقى بيشوفوا الخليه نفسها محتاجه ايه؟ محتاجه بروتينات ايه؟ فعلشان كده الاتاتش ريبوسوم دول وظيفتهم خارجيه اكتر، يا اما حاجه هتترمي في البلاد، يا اما حاجه على طرف الخليه في نهايه الخليه في البلازما ممبرين في السيل ممبرين بره، انما جوه الخليه بقى في السيتوبلازم دول الفري ريبوسوم اللي عمالين يلفوا ويروحوا ايه ويجوا. ده كده كان النوع التي ار ان اي. طيب
في نوع بقى صغير خالص ما يهمكش اسمه ايه، بس انت مجرد تعرف اسمه، اسمه اس ان ار ان اي او سمول نيوكليار ار ان اي. ده اللي انا عايزك تعرفه منه ايه، ان هو بيساعد في الريجوليشن في الجين اكسبريشن، وبيساعد، هو اسمه سمول نيوكليار، سمول لانه صغير، ونيوكليار لانه موجود في نيوكلاس. ممكن يساعدك في عمليه السبلايسنج اللي هنا لو تفتكر، اللي هو القص، ان انا اشيل الانترونز عشان هو موجود جوه النواه السمول نيوكليار ده، فممكن يساعد الام ار ان اي في انه يقصقصه ويظبطه، فهو مسؤول عن الريجوليشن والتنظيم. جميل كده، احنا خدنا ايه انواع الار ان اي، فاضل بس حتتين صغيرين بعنوان الجين والجينوم والجينيتك كود، هعملهم في فيديو صغير لوحدهم واحنا عارفين كل المعلومات اللي فيه.